بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإلى الشيخ حسن عبد الوهاب البنا وفقه الله وسدد خطاه ومتعه بالصحة والعافية. أما بعد، فإن أحذرك من أبي عبد الأعلى الذي فرق السلفيين وشوه الدعوة السلفية ودافع عن أهل الباطل، دافع عن محمد هادي الذي هذا شأنه، فرق السلفيين وشوه الدعوة السلفية يدافع عنه، وإن تطير على أشكالها تقع فاحذره، بلغ أنه يلبس عليك فاحذره أشد الحذر ولا تصدقه، فرق واسأله عن محمد بن هادي وسيجيبك. قل إيش موقف محمد هادي؟ محمد بن هادي بارك الله فيك قذف وطعن وشوه، بارك الله فيك، وعند عليهم أخذ كثيرة، فاحذر منه بارك الله فيك وعرف حقيقته بارك الله فيك، وإذا شئت أن تسأل محمد هذا اسأل عنه سيظهر لك إن شاء الله بارك الله فيك. فإذا قال أنا أدفع أطلب محمد هذا سجل كلامه وينشر بارك الله فيكم. وبلغني أنك طعنت في عبد الواحد المدخلي ووصفته بأنه من الخوارج، وأنا أقول أنه بريء من هذا، نعوذ بالله، مذهب الخوارج هذا بعيد عنه جدا، هو على مذهب السلف، فانتبه لهذا بارك الله فيك، ورأى حب أن تعتذرنا هذا وأعلن ذلك بارك الله فيك. خلص.